اهلا بكم من جديد مستمرون في هذه التغطية الخاصة. عملية في بئر السبع، ارتفاع حصيلة قتلى العملية الى 4 قتلى واصابة اخرين، والشرطة الاسرائيلية تستهدف منفذ العملية. نفتالي بنت تجري مشاورات امنية ويعقد جلسة على مستوى الكابينت. اذا اليوم تم تنفيذ عملية من قبل مواطن اسرائيلي من قرية حورة في النقب، وبحسب التفاصيل التي وردتنا حتى اللحظة فإن الحديث يدور عن شخص قام بتنفيذها عند ساعات الظهيرة، عملية دهس، ومن ثم ترجل الشخص المنفذ من السيارة وبدأ بالطعن. ونشير إلى أن المنفذ هو الأسير محمد أبو الجيعان من سكان حورة في النقب، وتم الإفراج عنه مؤخرا. إذا بحسب البيانات الصادرة الأولية، أفادت نجمة داود الحمراء أن عدد قتلى العملية هو 4 أشخاص يشمل منفذ العملية. وأعود إليك مجددا المختص في الشأن الفلسطيني من قطاع غزة سهيل ناصر. مرحبا بك مجددا سهيل. أهلا وسهلا. نعم، إذن كنا قد بدأنا نتحدث عن هذه العملية وردود الفعل الفلسطينية حول تنفيذ هذه العملية، ولكن إذا ما نظرنا إلى هوية المنفذ وهو يرتبط بتنظيم داعش، وسبق أن يعني اتهمته إسرائيل بانتماء إلى تنظيم داعش، ألا ترى بأن ذلك أيضا قد يمس لربما بحركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة؟ يعني مع اختلاف الأيديولوجية ربما التي تعمل عليها تنظيم داعش بشكل أو بآخر، ولكن في هناك تعاون بشكل أو بآخر مع كل ما بين أغلب الحركات الإسلامية، حزب الله وأيضا حركة حماس والجهاد الإسلامي، الشيعة والسنة وكل ما إلى ذلك. وبالتالي أنا لا أستبعد بشكل أو بآخر، حتى وإن كان قد اتهم بشكل أو بآخر، ولكنه يعتبر يعني يميل ربما إلى جزئيات قد تشترك بها حركة حماس في هذا الإطار. وبالتالي أنا أعتقد من خلال التصريحات التي تم الحديث عنها، وخاصة بأن قبل قليل كان هناك يعني مناصري حركة حماس يقومون بتوزيع الحلوى في بعض شوارع قطاع غزة ابتهاجا بهذه العملية، وبالتالي هذا يعطي أيضا مؤشرا آخر بناء على التصريحات التي سمعنا إليها من قبل حركة حماس أو الناطق باسم حركة حماس، الذي قال بأن الطريق الصحيح لمحاربة الاحتلال أحد قوله كما يتحدث من خلال تنفيذ العمليات الطعن والقتل. ابقى معي، ابقى معي سهيل، سنواصل بالطبع. نعم ابقى معي، دعني أتحول إلى مراسل I24 نيوز عروة سيف، وهو متواجد في مدينة بئر السبع. عروة مرحبا بك، أنت في طريقك إلى هناك، هل من معلومات جديدة حول أو تفاصيل جديدة حول العملية؟ حتى الآن نشر فيديو قد سنعرضه أو عرضتموه على الشاشة، أظهر فيها كيف بدأ المنفذ العملية باستهداف أحد القتلى من العملية في محطة البنزين، وانتقل من ثم إلى الشارع. هذه العملية الأولى التي نفذها، حتى الآن لا يوجد حديث عن إن كان هنالك أشخاص تعاونوا مع منفذ العملية، ولا يوجد أي معلومات أمنية إن كان توجد أطراف غير إقليمية عمليا دفعته نحو تنفيذ هذه العملية. حتى الآن ما أشارت إليه الأنباء الأمنية أن هذا التنفيذ يأتي على خلفية قومية، إضافة إلى سجله الأمني الذي أشرت إليه في بداية هذه النشرة وبداية حديثك، حيث كان المنفذ متهم ومسجون حتى 4 سنوات بالتواصل مع داعش، وعمليا كان هو معلم في إحدى مدارس حورة القرية الواقعة في النقب. وهناك تم اكتشاف أن هذا المدرس منفذ العملية يتم تلقيم الأطفال عمليا الأيديولوجية الذي يتشبث بها والذي يتبعها في حياته. حتى الآن لم تصدر أي معلومات عن مجريات التحقيق التي جرت معه في تلك الفترة عام 2015 عندما اعتقل، وحتى حرر عام 2019. هذه المعلومات الأولية التي نستنبطها من البيانات الأمنية، ولكن ردود أفعال عربية حديثة بداية من حزب الجبهة المتمثل بالقائمة المشتركة في الكنيسة على رأس
رئيس القائمة المشتركة أيمن عودي إضافة إلى النائبة عايدة توما سليمان استنكروا هذه العملية وقالوا أن هذه العملية لا تمثل المجتمع العربي في إسرائيل. كل المحاولات لزج هذه العملية وتوظيفها من أجل فرض أي تحريض على المجتمع العربي مستنكرة كما قالوا وكما أشاروا في بياناتهم، إضافة إلى أن منظمات يهودية عربية في النقب أصدرت بيانات تستنكر هذه العملية. ونحن نعلم أن عضو الكنيسة إيتمار بن كبير سيقيم مظاهرة. وفي هذا السياق يعني عروة، هل رفعت الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب لربما في النقب؟ وهل من أنباء لربما عن وصول جماعات يمينية ستستغل هذا الموقف أو هذا الحدث الأمني من أجل تصعيد ذلك؟ عندما نسمع تصريح رئيس الوزراء نفتالي بنت يقول أن جميع القوات الأمنية ستستنفر في جميع المناطق السكانية العربية اليهودية والعربية أيضا على طيلة شهر رمضان من أجل فرض الأمان، فنحن نعلم أننا سنقبل على شهر توجد به عمليا القوى الأمنية بكثافة في المناطق لفرض الأمان. ونحن نعلم أن في منطقة النقب تحديدا الآن من يريد أن يدخل إلى بئر السبع هو سيتم تفتيشه ويوجد حواجز على جميع الأطراف للمدينة، إضافة إلى كل الجهوزية الأمنية ورفع حالة الأمن إلى الحد الأقصى. توجد أيضا مجموعات تتبع حزب عثمة يهوديت برئاسة عضو الكنيسة إيتمار كبير المتشدد سيقيم مظاهرة بتمام الساعة 7:30 بتوقيت القدس أي ما يقارب بعد الساعة تقريبا من توقيت الآن في مكان العملية. هذه الخطوات التي يقوم بها إيتمار بن كبير، نحن نعلم أنه في مايو أيار الماضي كانت التقديرات الأمنية الأولى التي أشارت إلى اندلاع الأحداث هي وجود إيتمار بن كبير في ساحات عديدة وأبرزها. ابقى معي عروة لو سمحت، أعتذر منك في هذه المرحلة، ابقى معي وستوافينا بالطبع بكافة التفاصيل إذا كانت لديك. ابقى معي، دعنا نرحب بعضو الكنيسة السابق وأيضا رئيس لجنة العنف في لجنة المتابعة العربية لشؤون للمجتمع العربي في إسرائيل سيد طلب الصانع، مرحبا بك. مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. بداية كيف تعقب على العملية؟ حادث مأساوي مرفوض جملة وتفصيلا، أي مس بمدنيين وأي اعتداء هو أمر مرفوض، وهذا اليوم هو هدية كبيرة للفاشيين في المجتمع الإسرائيلي من بن كبير وآخرين الذين هم أصلا يحرضون ضد العرب وضد النقب، والآن وجدوا ضالتهم في شاب كان معتقل عندهم في السابق بتهمة الانتماء لتنظيم داعش. هذا عمل فردي، وكل محاولة للتعميم وللتحريض هي جريمة بحد ذاتها. ألا ترى بأن هذه العملية لا يمكن فصلها بالطبع كما يرى البعض عن التطورات الحاصلة في النقب تحديدا من قبل الحكومة الإسرائيلية؟ بكل تأكيد هنالك علاقة بين إقامة ميليشيات وإحساس المواطنين بالخطر والاعتداءات، هنالك علاقة بين الإهمال والتهميش والتمييز وهدم البيوت والتجريف والغضب والإحباط، ولكن كل هذا لا يمكن أن يكون مبرر لطعن مدنيين في شوارع بئر السبع. نرفض السياسة الحكومية ونناضل بكل قوة ضدها بطرق سلمية وقانونية، وفي نفس الوقت نحن لا يمكن أن نعطي أي مبرر أو شرعية للاعتداء على مواطن لا علاقة له بسياسة الحكومة. سيد طلب، ألا ترى بأن هذه العملية لربما قد تؤثر أيضا على وضعية العرب أو العرب في النقب تحديدا؟ يعني أنت تستمع والجميع يعلم بأنه خلال الفترات السابقة يعني تم إصدار العديد من القرارات التي تخص النقب، هناك من اتهم أيضا دولة إسرائيل بأنها يعني لا تمارس الحق في الدفاع عن اليهود في النقب، وهنا يعني تكمن الفرصة لاستغلال هذا الوضع لتنفيذ العديد من المخططات. هذه العملية ستكون فرصة لكل الفاشيين والمتطرفين للاستهداف وللتحريض وللشيطنة ولزيادة العنف،
بما في ذلك إقامة الميليشيات المسلحة. هذا الحادث يخدم فقط وفقط وفقط أعداء شعبنا وأعداء مجتمعنا، ويمنحهم المبرر لتنفيذ نواياهم المبيتة. يعني هم ليس هم سيئين، عنصريين وفاشيين، ولكن يبحثون عن الحجج ووجدوا ما حدث اليوم حجة، يعني مبرر. يجب أن نذكر أنه بالرغم من أنهم يعرفون أن هذا عمل فردي، الآن في كل الشبكات الاجتماعية في بئر السبع وغيرها هنالك حالة حملة من التحريض غير مسؤول. كيف ستواجهون ذلك يا سيد طلب؟ يعني الآليات ليست سهلة. وفي سؤال آخر، أنت تعلم أيضا بأن هناك قائمة عربية إسلامية تتواجد في الحكومة الإسرائيلية، وهي تستند بالأساس في أصواتها وبشعبيتها على سكان النقب. ألا ترى بأن هذه العملية لربما قد تزعزع استقرار الحكومة الإسرائيلية؟ يعني حقيقة أنا أريد أن أعرف ما هو واقع النقب أكثر من واقع السياسي، لأنه لا أعرف كيف يتخذ منصور عباس قرارات وبأي دوافع. لكن الواقع النقب أن هنالك أكثر من 30,000 عائلة عربية تعيش في تداخل مع المجتمع اليهودي، وفي ظل التحرير والميليشيات المسلحة اليمينية ووصول الفاشيين من بن كبير والرقص على الدماء، هناك خطر كبير أن يكون اعتداءات ضد مواطنين فلسطينيين من سكان مدينة بئر السبع. أتوقع أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة صعبة، المطلوب هو المسؤولية وإيجاد الطريق لتجاوز هذه المرحلة. الأمر الثاني بكل ما يخص هذه الحكومة، هذه الحكومة الكريم أسوأ من حكومة نتنياهو. لماذا؟ حكومة نتنياهو كانت لديها معارضة من اليسار، حزب العمل ومارس والقوائم العربية. هذه الحكومة تنفذ سياسة نتنياهو بدون نتنياهو وبدعم من اليسار، حزب العمل ومارس، وبشرعية من القائمة العربية، ولا توجد لها معارضة. المعارضة الوحيدة لهذه الحكومة هي اليمين، وبالتالي هي تتنافس من أكثر يمينا ومن أكثر تطرفا ومن أكثر عداء للعرب، هي أم بن كبير وسموتريتش. وهذا هو الواقع المأساوي في ظل الواقع السياسي الذي نعيشه. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد طلب السانع، عضو كنيسة سابق وأيضا رئيس لجنة العنف في لجنة المتابعة للشؤون العربية. شكرا جزيلا لك. إذن